بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه بالتاكيد جايه بعد اسبوع حافل من الانتصارات والبطولات والالقاب والاحتفالات بالبطوله 11 بطوله دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي يوم الاحد الماضي. زي النهارده الاسبوع اللي فات الاهلي رجع من المغرب بدوري ابطال افريقيا، واستمرت الاحتفالات على مدار اسبوع كامل، والاحتفالات تنوعت ما بين احتفالات جماهير النادي الاهلي في الشارع او احتفالات جماهير النادي الاهلي في كل ارجاء العالم. النهارده بالتاكيد بدايه الاستعدادات لمرحله جديده، وهي مرحله الفوز بالدوري العام. هذه البطوله اللي كانت غائبه عن النادي الاهلي اخر سنتين زي دوري ابطال افريقيا بالظبط، ولكن لا يتبقى على حسم المشوار سوى 5 لقاءات. البدايه باذن الله امام حرس الحدود يوم الخميس المقبل. لذلك اليوم النهارده هيكون بدايه عوده الفريق للتدريبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري خلال الفتره المقبله. الفتره اللي جايه النادي الاهلي عنده مباراه كل 72 ساعه. بنتكلم في 5 مباريات في الدوري، وفي مباراه ايضا في كاس مصر، مباراه مؤجله في دور ال 32 امام منتخب السويس في اوائل الاسبوع القادم. ولكن التركيز الفتره اللي جايه على حسم الدوري مبكرا من اجل الاستعداد لاجنده مزدحمه في الموسم المقبل. وكما فعل الاهلي الموسم الماضي عندما منح الجهاز الفني راحه لكل اللاعبين الاساسيين من شهر 7 من اجل الاستعداد لموسم جديد من شهر 9، والفتره دي كانت فتره مهمه جدا للاستعداد لبدايه الموسم الحالي اللي الاهلي بدا فيه بالفوز بكاس السوبر على حساب الزمالك، ثم الفوز بكاس مصر على حساب بيراميدز، ثم الفوز بكاس السوبر على حساب بيراميدز بعد انسحاب الزمالك، ثم التتويج بدوري أبطال إفريقيا بعد خسارة البطولة العام الماضي. ولا يتبقى في الموسم الحالي سوى الدوري العام وكأس مصر، في انتظار أيضا كمان تحديد المواجهات المتبقية للنادي الأهلي بعد الفترة من 8/7 حتى نهاية شهر 7. حلقة النهاردة هنتكلم على المرحلة المقبلة وإزاي بيستعد الأهلي للفترة اللي جاية، في ظل أن النهاردة أول تدريب للفريق مساء اليوم بعد عودة اللاعبين من الأجازة، وكمان بعد عودة مارسيل كولر من سويسرا، فترة كانت أسبوع أجازة للجهاز الفني وبعض اللاعبين، في ظل انشغال أيضا التشكيلة الأساسية بالمشاركة في الأجندة الدولية مع المنتخبات، سواء لاعبي الأهلي في منتخب مصر أو حتى منتخب مالي أليو ديانج، منتخب تونس ضم كريستو، وأيضا كمان وجود بيرسيتاو مع جنوب إفريقيا اللي تألق بشكل كبير جدا في لقاء الأمس أمام المغرب في تصفيات أمم إفريقيا.